معنا مشاهدينا هاتفيا من جنيف المتخصص بالشأن الإيراني السيد محمد خطاب العمر. مرحبا بك يا سيد محمد. إذا وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن إيران أنفقت 18 مليارا لتدمير العراق وسوريا واليمن، كيف تفسر هذه الأموال الهائلة التي أنفقها النظام الإيراني في الخارج بينما انهيار الاقتصاد الإيراني بات وشيكا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. السلام على متابعيك وعلى جميع الفضائيات. أخي الكريم، ما ذكر من التقرير الذي عده وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو الذي نشر تقريره على صفحته الرسمية في تويتر هو قليل أو ضعف العدد الذي طرحته الولايات المتحدة. نعم، ولكن ما يقدم من قبل إيران للميليشيات ودعمها للإرهاب بكافة أنواعها هو أضعاف ما ذكر التقرير، علما أنهم يسيطرون على السياسة الخارجية ومصالحهم ولا يفكرون بأبناء شعبهم واقتصادهم الداخلي الذي بدأ بالانهيار، والدليل على ذلك المظاهرات التي تخرج من داخل إيران للمطالبة بأبسط حقوق المواطن، وخاصة بعد فرض قرار الحصار وانهيار للتومان الإيراني الذي وصل إلى أدنى مستوياته. فاليوم الشعب الإيراني يطالب. ما الذي ستفعله إيران سيد محمد؟ يعني هل ستعتمد إيران على ميليشياتها وأذرعها في المنطقة في مواجهة العقوبات؟ نعم سيدي العزيز، وذاك من خلال السيطرة على المنطقة في الشرق الأوسط وضخ الأموال الهائلة لدعمها للإرهاب، وذلك عن طريق ميليشياتها المتنفذة في المنطقة عن طريق الحرس الثوري الإيراني الذي يلعب دورا سياسيا كبيرا، ومن خلال اقتصادها في العراق الذي يعتبر المنفذ الواسع والمتنفس الحيوي الذي ينفذه الضغوطات. ولكن هناك عقوبات أيضا بالمقابل، عقوبات أمريكية، ما تأثيرها على سلوك هذه الميليشيات التابعة لإيران سواء في العراق أو سوريا أو اليمن؟ سيد الفاضل، إن حصل أو إن كان هذا الكلام صحيح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فاليوم لا نرى حصارا على إيران علما أنهم دخلوا في مرحلتهم الثانية للحصار، فالطيران لا زال الطيران والتجارة الخارجية لا تزال، وعلما أن الاتحاد الأوروبي غير موافق على قرار الولايات المتحدة الأمريكية ولم يفرض أي عقوبات على إيران عكس ما فرض على الحصار على شعبنا العراقي في عام 91 ولغاية 2003. طيب سيد محمد، في الوقت ذاته تحدثت التقارير عن أن الاتجار بالمخدرات ارتفع بنسب كبيرة في إيران بعد العقوبات الأمريكية ضدها، يعني هل تجارة المخدرات تمثل إذن طريقة للالتفات على هذه العقوبات؟ نعم سيد الفاضل، وقد ذكرها قبل فترة من الزمن الحاكم الزاملي مسؤول الملف الأمني في البرلمان العراقي أو رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي الذي خصص ليس هناك كما قالها على حرفيا ليس هناك، وتعلم جيدا نحن خارج العراق لكن التقارير التي نتطلع عليها ونستمع عليها من خلال الفضائيات عن طريق تقاريرهم المفصلة تقول ليس عن طريق التجارة أو عن طريق تجار حيويين فقط، بل إنما عن طريق سياسيين وعن طريق ميليشياتهم المتنفذة وعن طريق أحزاب متسلطة داخل الحكومة الإيرانية. شكرا جزيلا لك من جنيف، متخصص بشأن الإيراني سيد محمد خطاب العمر.